والنهارده يا شباب ايوه هنجرب بوشن الكرتون كات. ايوه يا شباب النهارده هنشرب مشروب غريب عباره عن ان هو ممكن يحولني للكرتون كات او القط الشرير، مش كده وبس يا شباب، لا بيكون معاك كمان قدرات خارقه ممكن تخليك ممكن تطير، ممكن تنط نطه عاليه، ممكن تحفر تحت الارض بطريقه غريبه ورهيبه واول مره نشوفها يا شباب في لعبه ماينكرافت. فقبل ما ابدا المقطع بتمنى من كل واحد قاعد بيتفرج على المقطع ده انه يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اذكر الله لا اله الا الله. بتمنى من كل واحد قاعد بيتفرج على المقطع ده يا شباب قدامك 10 ثواني بالظبط تضغط فيهم لايك وتشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات وتكتب كومنت. الاربع حاجات دولت لو عملتهم في 10 ثواني تعرف انك زي سحس الفار اسطوره، وان هو بيعمل كده اصلا وبيضغط لايك وبيشترك وبيفعل الجرس وبيكتب كومنت بصباعه الصغير. متخيلين الفار يضغط لايك ويشترك بصباعه الصغير؟ فسبحان الله اللي يشوف الفار بيعمل كده قولوا سبحان الله يا شباب، يعني ده حيوان وان هو يضغط لايك بجد حاجه كبيره جدا. تخيلوا بقى البني ادم ما بيضغطش لايك، يعني انت ما بتقارنش نفسك بحيوان. اضغط لايك واشترك في القناه وفعل الجرس. قدامك يلا 10 ثواني تعمل فيهم التحدي وتكتب تم في الكومنتات عشان اعرف ان انت اسطوره. يلا 10 9 8 7 4 6 5 5 4 3 3 2 1. طبعا انا شايف زي ما انتم شايفين عندنا الله كله اللي ضغط لايك واشترك وكتب كومنت في 10 ثواني احلى فاير وورك على عيونك. طبعا النهارده هنا معانا محمد الكيخ، محمد الكينج. اهلا محمد الكينج. اهلا 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 اهلا. انزل المايه استحمى ولا حميه حميه سحس حميه ريحته معفنه. هو نزل استحمى لوحده. هو نزل وريك يا رامي. اقف يا رامي اقف. انت قلبت استحمى شامبو كده، انت بتشتري من يا باب الشارع عندكم شامبو صح؟ قول الحقيقه. طب يلا انزل انزل ما تشتريش من عندها الشامبو ده وحش وحش. انزل 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 استحمى انزل ابو ريحتك. وانت انت يا بتاع المجاري انت فار المجاري. انت مش هقول لك انا انضف منكم انتوا ما تعرفوش فايده ميه المجاري. حاسس كده ابعد 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 يا بشر انت. ايه ده؟ حاسس شوفوا بيشتمني عشان انا بشري وهو عشان والله العظيم الفرق. بصوا هياخد السيدز والحاجات ديت ويروح يلوث الميه عشان يعرف يستحمى فيها. اوكي يا شباب انا فبسم الله الرحمن الرحيم يلا خلينا نبدا. طبعا معايا هنا الشباب المفروض ان احنا دخلنا العالم ده او القريه اللي موجوده قدامكم دي يا شباب، المفروض ان موجود فيها مكان مختلف عن بقيه القريه موجود فيه اللي نقدر نشتري منه مشروب الكرتون كات. فان شاء الله نلاقي المكان دوت وهيا بنا يا شباب، هيا بنا يا شباب المستقبل. معانا رامي. والله احس ان انا معايا روبوتات كده فاهمين ازاي، يعني دولت مش بني ادمين. معلش غير سحس الفار هو الوحيد اللي شغال. استنى شباب شغله. يلا طير. لا لا ايه ميه شوفوا بيوسخ الميه قبل ما ينزل فيها. وانا لمست الصبار زي الغبي. اوكي يلا لو استهت على بقى تعال. الله 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 عليك الله عليك يا ابو السحسيح. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا شباب عايزكم تخشوا الكره ديت تفضوا الشيستات اللي فيها، اي شيستات هنا تفضوها. بصوا خش خش يلا بسرعه بسرعه فاضي الشيستات. شوف البيت ده يلا شوف انا كمان البيت ده. يا رب يا رب شيست. اوه امرض وانا لقيت شيست كمان. اوه كتاب وخبز كويس جدا عشان لو خيمنا بالليل وجالنا الكرتون كات او حد فينا شرب البوشن بتاع الكرتون كات يبقى الموضوع سهل. هي مين بيضرب الايرون جولم؟ لا يا رامي لا لا سيبه سيبه سيبه. مين هيحمينا بالليل لو جالنا الكرتون كات او حد فينا شرب البوشن؟ انا هنا انا الرجال. شوفوا سحس الفار ولا بيقول لك اول واحد بيجري كده اول ما يسمع ان في وحش جاي رن كده على طول. لا سحس ليل شوفوا وات ايه المكان ده والجو ليل كده. اوه ماي جاد ده ليبرا اللي واقف هناك. الو ليبرا 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 ليبرا. شوفوا اللي عنده شوفوا اللي عنده شوفوا شوفوا اللي عنده شوفوا اللي ورا. هو ده البوشن بتاع كرتون كات؟ ايوه هو ده البوشن بتاع الكرتون كات. اوه ماي جاد شكله جميل. خلاص نبقى نشربه لك انت بقى طالما شكله جميل. بتعملوا ايه انتوا؟ انتوا بتدمجوا الواد غلبان بس ما تكونش دعوه بيه. بعدمه. لا 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 السحس مالناش دعوه السحس. شوف عايز يموت هو عايز يموت. لو مات ما بيترسبنش تاني. العالم موجود هنا عندنا يا شباب ان اي حد فينا احنا الثلاثه لو مات خلاص ما بيقدرش ان هو يترسبن تاني. اوكي السلام عليكم. ايه ده؟ ايه انت عامل انت؟ اها انت جيت عندي هنا صح؟ عندي هنا. عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ استنى كده كرتون كات تعمل ايه؟ تحت الصندوق انت هتتحول لكرتون كات تصير بطل خارق. لا يا حبيبي مفيش عندي الكلام ده. ايه ده؟ وانا اللي تحولت لكرتون كات ابقى بطل خارق؟
هتبقى بطل خارق شايف سحر. لا لا هتبقى لا لا هتبقى على فكره كارتون كات. هو سيبك من كارتون, هي كات كات كده ده مش حلوه, خليك كارتون ريت. بس عارفين ليه مش كارتون كات؟ لان هو بيخاف اصلا من القطط عشان هو فار. ولا اطلع بره, اطلع بره, اطلع بره, اطلع بره. مش عارف انا الفار ده ماشي ماشي. شوف واحد قاعد بيلعب بالشيلد بتاعه, والتاني زي ما انتم شايفين بره بيخاف من اي حاجه, واكتر حاجه بيخاف منها القطط لانه فار, ده طبيعي يا جدعان. فاوكي بيضربوا بعض بره. المهم انا عايز البوشن ده لبره, وقول لي ايه الاضرار بتاعته. اقول لي ايه الاضرار وايه الفوائد بتاعته. خمسه دايما, خمسة دايمن, عشرة ايرون, عشرة عشرة جولد, عشرة جولد. اعطيني يلا. ما رامي, رامي جيب عشرة دايمن. ما عمش حاجة, اعطيني عشرة دايمن. ما عمش حاجة رامي, خلاص خمسة دايمن. خمسة دايمن دو, وعشرة ايرون وعشرة جولد. ايوة بس بس. طيب ماشي, 30 ريد ستون. لا اقول لك بس يعني كفاية كفاية, مش عايز تاني. اثنتين اوبسيديان. لا بوكتين لافا. لا خلاص 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 خلاص. اسمع اسمع, جيب هذول قلت لك عنهم. خمسة دايمن, بوكتين لافا, بوكتين لافا, خمسة دايمن, عشرة ايرون, عشرة جولد. بس بس خلاص البسيدين لانها صعبة عليك, انا عارفك انت هتموت هناك في الكاف. تمام خلاص مش عايزين البسيدين. ماشي متشكر جدا. المهم بس انا عايز اعرف ايه الفوائد والاضرار بتاعت البوشن اللي احنا ممكن نشربه بتاع الكرتون كات ده. اسمعني, البوشن منها تعطيه في الاخر. مين هياخد البوشن؟ مش عارف, بس انا اللي هاخده, انا اللي هشتريه. انت اثنين اطلع برا, برا اطلع برا عشان هيقول لي حاجه مهمه. ماشي حد سري. هي برا كلب, برا افتح الباب ده كامل. 10 خليه 20 دايما. اسمعني اسمعني كامل سيروح. اسمعني لو انت عايز تجمع او تاخد البوشن ده, في يعني سلبيات وايجابيات. الايجابيات كامل, وتصير بطل خارق وتنط وتسوي, يعني تصير سريع يعني فاهم. عارف هالك؟ سبايدر مان, هتصير زيهم زي ابقى بس زي سبايدر مان وهالك. خلاص أيوة انا عايز البوشن ده. ما تتحمسش اذا انت ما جبتش ده. شوف ده دول عايزين يسرقوا الشيست والله العظيم. بصوا شوف ده قاعد فين, شكله خليه 20 دايموند. لا لا لا, لا, لا خلاص خلاص اطلع اطلع اساس اطلع. خلاص اربعة خلاص 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 خلاص. اسمعني, السلبيات ان انت احتمال اي شخص تشوفه تهجم عليه وتقتله. يعني انا ممكن اقتل صحابي بسبب بوشن الكرتون كات او المشروب بتاع القط الشرير. ايوه ايوه ايوه, اي حد تشوفه يمكن تقتله. لا اسمعني بكام, ايه تقدر تقدر تعطيه لاي واحد اهبل من ورا قاعد يعني. لا بس انا عايز اجربه, انت قلت ان في قدرات خارقه وانا بحب القدرات الخارقه, فانا لا اقلب البطل الخارق. يعني انت عايز تقتل اصحابك؟ ايوه. لا ما شاء الله, اي بكسات يلا خدوا, انا مستنيكم هنا. بسم الله. اوكي ست بكسات, انت كنت هنا من امتى؟ حالا حالا. لا لا مفيش حالا. الريحه دي يا جدعان اف برا اطلع برا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بدات المهمه بتاعتنا يا شباب في ان احنا ندور على 10 جولد و10 ايرون وكمان. اوكي استنى بس, فين المكان اللي المفروض كنا ندور فيه هنا؟ اوكي هو المكان اللي هناك ده. 10 جولد و10 ايرون وخمس حبايات دايموند وبوكتين من اللافا. الموضوع ده سهل جدا, يعني بوكتين من اللافا تقريبا ست حبايات من الايرون. طبعا سهل جدا يا شباب. اها الجو بدا يمطر, وزي ما انتم شايفين يا شباب كده دخلنا في المود الرعب قبل ما نشرب مشروب الكرتون كات. فبسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا ننزل دلوقتي على ارتفاع 11 عشان نجيب الخمسه دايموند بكل سهوله. طبعا احنا عندنا فحم. شباب محمد كينج, هي تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا جايين اهو. هي محمد الكينج. يا جدعان اهلا محمد الكينج, وتحاول ليه هو ماله كده بينطح محمد الكينج؟ لا 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 اوكي بقى قتلوا حيوان يا شباب. المهم تعالوا يلا ورايا. ده صاحبي ده. صاحبك؟ صاحبك ايه؟ بتعرف تتكلم معاه؟ استنى استنى, بتعرف تتكلم معاه؟ بص بص اعمل والله فار عنده جميع الاصوات. يلا جمعوا شويه فحم, يلا انزلوا 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 انزلوا, يلا بسرعه جنب بعض جنب بعض, يلا جنب بعض حد الطبق ال11. طبعا مش باين عندي احنا في البلوكات الكام. اوكي مش باين. وات انا اول مره ببانش عندنا في البلوك رقم كام, والله اول مره. هو احنا كده في البلوك رقم كام يا ساحت؟ انا جبت كل, احنا في البلوك رقم 42. انا ليه مش باين عندي وانا مش زيكم ولا ايه؟ اوكي انت غيرنا. احنا في 31. اوكي اوكي نزلنا كهف اسطوري. الله عليك. اوكي طيب احنا عايزين ست حبات من الايرون. الله عليك والله الواد رامي دوت يا شباب. انا عمال اقرب. يلا بسم الله. شوفوا اللي قاعد بيقرب ده. لا فاره نعمل ايه يا شباب؟ المهم في مقطع النهارده احنا عايزين ان احنا نجرب البوشن. ايرون
اوكي انا معايا خمسة مفضل لنا حبايه بس اه ايه اوه لافا 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 ماين شافت. اوكي لقيت لابس لازولي. المهم يا شباب عايز اقول لكم على حاجه قبل ما نجرب البوشن وقبل ما نعمل اي حاجه، لو عايزين ان شاء الله نجرب اجزاء ثانيه من المقطع ده وصلوا المقطع ده 100,000 لايك، يعني انزل على زرار اللايك اللي تحت اضغط عليه واشترك في القناه مش مشترك وفعل زر التنبيهات اهم حاجه. وبسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نوطي صوت الموسيقى كده ويلا بسم الله. لقيت 10 جولد اهوت، يلا نبدا ان احنا نجمع ال 10 جولد بتوعنا. 1 2 3 4 5 6 اوه ماي جاد لقيت شويه جولد حلوين. لا 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 بجد سانكس جاد، يعني بجد شكرا يا ربنا على شويه الجولد. لقيت اوكي لقيت 8 حبات اه جولد تاني. اوكي آه سد المايه بعد اذنك، سد المايه سد المايه الله عليك. اوكي يا شباب كده جمعنا تقريبا. هي سحس بتدور على الدايموند؟ انا لقيت 10 حبات جولد. انا جبت اسمه ده حللت الايرون وجبت معايا 9 ايرون دلوقتي. ما انا كمان معايا ايرون ومعايا جولد. احنا كل اللي عايزينه يا شباب دلوقتي اللي هو الدايموند. احنا في الطبقه كام طيب يا سحس؟ احنا في الطبقه كام؟ احنا في الطبقه استنى ما اشوف لك، احنا في الطبقه 15. 15 كده كده انا في الكام؟ تعال انزل عندي كده اشوف انا في الكام. اوكي اوكي انت في التسعه العشرة. ايوه دي ال11 انا فيها دي ال11 صح؟ اه اوكي تمام حلو قوي يا شباب. المفروض ان الطبقه ال11 في ماينكرافت في جميع الاصدارات موجود فيها دايموند لا نهائي، هو اصلا بيبقى في الطبقه دي. حتى في الحقيقه يا شباب ليه يعني مكان معين او امتار عدد امتار تحت الارض معين، بعد كده بتبدا انك تلاقي فيه الالماس والاغراض زي الذهب وكده. فاحنا الحمد لله يا شباب احنا عارفين ازاي بنقدر ان احنا نلاقي دايموند عن طريق الاحداثيات بتاعت المكان اللي احنا فيه. يعني دلوقتي احنا في الطبقه ال11. هي استنوا لا تقريبا عندي عدد البلوكات. اوكي ما كنتش عارف مكانه يا شباب. اوكي لقيت لابس لازولي، احنا مش عايزين لابس لازولي، احنا عايزين ايه؟ خمس حبات دايموند. اتوقع ان هي ممكن تكون اصعب حاجه تبقى موجوده معانا في حلقه النهارده هي الدايموند. يعني احنا دلوقتي تقريبا لقينا كل حاجه، ما ناقصش غير حبات الدايموند يا شباب وان احنا نحلل الايرون ونعمل بوكيتات ونجمع فيه لافا، فهيبقى الموضوع ان شاء الله سهل جدا. كل اللي احنا عايزينه بس شويه حبات دايموند. ايه انا جبت بوكيتين عملت الثلاثه الايرون دول. اوكي انا لقيت ريد ستون. اوكي لقيت ريد ستون، مش محتاجين الريد ستون نهائيا وما طلبش ريد ستون طبعا صح؟ طلب ريد ستون؟ لا 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 الحمد لله ما طلبش ريد ستون. ليتس جو ليتس جو. يلا شباب عايز اجرب البوشن، انا بجد متحمس للقدرات الخارقه اللي ممكن تبقى موجوده ليا وانا الوحيد اللي في اصحابي اللي هجربه يا شباب، مش خلي حد يجربه غيري طبعا، ولا سحس ولا بلانيت ولا اي حد منهم، انا ولا محمد الكينج، انا الوحيد اللي هجربه يا شباب. انا اللي عايز يبقى عندي قدرات خارقه كده واشوف الناس هتعمل ايه لما تعرف ان انا عندي قدرات خارقه بسبب المشروب بتاع القط الشرير او الكرتون كات. فها يا شباب لقيته دايموند محمد الكينج. كان طالب جولد. ايوه 10 حبات انا جبتهم خلاص. انا لقيت 2. لا انا لقيت، انا 8 حبات اقول احنا عايزين دايموند يا محمد كينج. دور على الدايموند يا محمد كينج. انا من قاعد بدوره اشغل حاسه الشم بتاعتي. اوكي تقريبا في على بعد 10 بلوكات تقريبا، 3 4 اوكي 5 6 اوكي استنى نقف 5 كده. شم يمين شمال لا قدام قدام، على بعد كام 7 بلوكات تقريبا على بعد 7 بلوكات. يلا 1 2 3 4 5 6 اوكي لا هو انا كنت ده كله بشم في ريحه الكوبل السايد ده. لا والله حرام. لقيت محمود، لقيت دايموند. قول انك لقيت دايموند بالله عليك. لا لا عارفه لقيت ايه؟ لقيت ايه؟ كريستال اكسوليت اللي هو الكريستال صح؟ اللي هو شبه الكريستال. لا 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 اكسلويد السمكة دي، السمكة الغريبة دي. وكمان تخيل اللي لونها ازرق الندرة. الندرة؟ على فكرة بيبقى جنبها دايموند. دور جنبها كويس. اوكي انتوا فين؟ انا مش شايف انتوا فين، فوق ولا تحت؟ انتوا فين؟ ايه؟ ايه؟ رمى لي دايموند دي ايه رمى ده؟ رامي لا دايموندتين. نايس الله عليك يا رامي تعالى. اوكي على فكرة انتوا لقيتوها. اوكي في مين ده؟ ده رامي، في محمد الكينج هنا ورامي قريب من محمد الكينج، محمد الكينج قريب من سحس. يلا بينا على نخش دلوقتي على سحس ونشوف ايه اللي هو الايه دوت الحيوان الغريب ونشوف هل الدايموند فعلا بيبقى قريب منه ولا لا. ويلا بينا زي ما انتم شايفين دخلنا المنطقه اللي بيقول لك عليها اللي المفروض ان هو الحيوان ده اندر حيوان واللي بيلاقوا ناحيته ده. اوكي في سوب برق بره وده معناه ان احنا بدانا ندخل في عالم الشر بجد. فزي ما انتم شايفين هو ده ايه ده شاور لي شاور لي على دايموند. شوف 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 بيبص على الدايموند ازاي. شوف 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 بيبص على الدايموند. بقول لك ايه على فكره سيبك من الدايموند ده اهم منه، ده لونه بنفسجي يا محمود انت عارف يعني ايه؟ ده نادر ده عشان تجيبه انت عارف حد فيكم معاه خشب؟ حد فيكم معاه خشب؟ حد فيكم معاه خشب؟ انا معايا كرافتنج تيبل. طب حط كرافتنج تيبل، حط كرافتنج تيبل، يلا ها كرافتنج تيبل. ايوه استنوا انا هقول لك هنعمل ايه دلوقتي عشان ناخده الاهم من الدايموند. اوه ايه بكميه اللي انا عملته ده؟ حد معاه خشب؟ خشب حط خشب جوه مع الايرون.
أيوه. الله عليك يا أسطورة. خلاص 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 خلاص. بصوا احنا ناخد الدايموند ده، سيبوا محدش فيكم ياخد الايرون ده خالص، تمام؟ انا هوريكم هنعمل ايه. اوكي والله يا حلو الحيوان ده بيشاور على الدايموند يا شباب، ده انا هضطر ان اخده معايا لانه هيفيدني كتير. فاوكي معايا 10 حبات ايرون دايموند قصدي. اوكي ليتس جو كده خلصت. محدش يقتله. لا سحس سيبه مالكش دعوه بيه، سيبه. لا كده لا سيبه سيبه. لا سيبه سيبه هاخده معايا. سيبه يا ابني ده دلنا على الدايموند، سيبه سيبه بالله عليك سيبه. على فكره ده بالحظ على فكره انا بديل على الدايموند. لا يا حبيبي ولا انت غيران منه ولا هو فين. تعال. لا ايوه خدته خدته خدته. يلا بينا يا شباب نطلع فوق عشان نشتري يا شباب. اوكي احنا كنا جايين من فين؟ كنا جايين من هنا. لا هنا صعبه جدا. تعال نمشي من هنا. امشي من هنا. امشي من هنا سهل. يلا بسم الله هنطلع فوق يا شباب عشان نشتري البوشن بتاع الكرتون كات. ويلا بينا يا شباب ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه. ويلا بينا ليتس جو بيبي. اوكي يا شباب بنات واخيرا جمعنا الاغراض بتاعتنا وداخلين على ليبرا. وليبرا طلع نايم. ليبرا 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 بق بق سحس زعلوش وهو نايم طول الوقت. دايما دايما الحيوانات وهي نايمه اوعى تزعلها ما تخضهاش ابدا. اه صح حتى لاني بستنى من كاميرا اصحابه كتير صرت اتخيلهم. طب اصحاب سلام. امسك امسك جبنا لك ال جبت لك الجولد وجبت لك الدايموند والايرون مع الشباب. يلا تديني بقى بوش الكرتون كات كده عشان انا عايز اشربه. أيوة وانا الوحيد أيوة اللي اشربه. يلا خد. اوكي اوكي خد كمان أيوة الدايموند. اوكي اديله اديله محمد كينج انت الايرون. اديله محمد الايرون. اديله الايرون. ايوه اديله الايرون. مين اللي معاه الايرون؟ مين اللي معاه الايرون؟ يلا هات بقى البوشن. انا عايز انا بقى البوشن. انا اديني انا البوشن. ايوه ناخده. هيو هيو رماه رماه هيو رماه. مين اللي خده؟ معه معاه. لا يا عم سحس ما يعملش كده. حبيبي انا ما بسرقش حاجه. محمد الكينج هو واحد منهم. انتوا اللي انتوا عملتوه ده بقى؟ فين بقى البوشن يا عم انت هو ولا لا؟ على فكره محمود بيتهمك. على فكره ما تجيش على اصحابك. على فكره هو نصب عليك. هو نصب لا. عليك صدقني. لا لا ولا امشي امشي امشي. هو نصب عليك. يا عم امشي 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 امشي. معايا دايموند. شوف خد الدايموند خد كل حاجه. استنوا بقى انتوا هنا محدش يخرج فيكم. شباب بنات اكتبوا معايا تحت في الكومنتات مين اللي خد فيهم البوشن بتاع الكرتون كات. انت يا بلانت ولا محمد الكينج؟ مين فيكم؟ مفيش حاجه انا. مين اللي خده؟ انت خدته؟ لا انا خفيت. انا سامع صوت بره غريب. سامع صوت بره؟ اه كان حد اتدلعت كده. صوت ايه بره؟ ده سحس اللي خده. سحس اللي شرب البوشن. اجروا اجروا. لا لا او ماي جاد ده عندكم ترى سريع سريع سريع. لا 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 سريع جدا يا شباب. او ماي جاد لا كلب لفلت عليا. اجري 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 اجري. يقدر ينط من فوق تلات بلوكات. او ماي جاد لا 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 والله العظيم كده حرام. وسع وسع فوق. فين البرج العالي؟ فين البرج العالي؟ ادخل جوه البرج ادخل جوه البرج. في كروي نايم. اقفل على الكروي كده واطلع مكمل فوق عشان تشوف ايه اللي بيحصل. شباب اللي سرق البوشت سحس الفار مش بلانت ولا ليبرا. شرب الغبي ورا البتاعه عايز يقتلنا زي ما فعلا قال عايز يقتلنا بس عنده قدرات خارقه. ايه ده؟ محمد الكينج. اهلا يا محمد تعال. كان بيجري ورايا تحت رحت طلع لفوق. هو فين هو فين؟ عمال يتنطط تحت. هو فين؟ رامي رامي طلع. اقفلوا اقفلوا المكان ده اقفلوا المكان ده اقفلوا. بس استنوا بقى استنوا ما نشوف هو فين. هو فين يا رب؟ قول تاني خد الدايموند. ايه ده كام تعمل ايه فوكم كامل؟ ايه ده ايه ده؟ ليبرا ليبرا اهرب 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 ليه؟ اسمع الكلام. راح اجيب سريري راح اجيب سريري. هتموت هتموت يا غبي. هتموت ليه؟ لا 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 هو 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 هتموت هتموت هتموت. اجري 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 انت السبب. نوقفه ازاي ده يا ليبرا؟ نوقفه ازاي؟ عارف سحس اللي شربه. سحس ده سحس. نعمل ايه؟ نخش عليه كلنا بالبيكاكس. هو بيعمل ايه؟ لا عنده قدرات خارقة. لا 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 تقتلوش. انا عارف انا عارف. شايف ده؟ خشب اي حاجة. دي الحاجة اعطيني اياها اعطيني اعطيني اعطيني. دي اللي تخوفه؟ اه هي. خد 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 ده تقريبا الشباب زي عليا كده. روح والنبي رجع سحس. لا لا خد يلا. اجري 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 اجري. ايوه بيجري وراه بيجري وراه تقريبا. الله عليك. اهرب منها. اوكي خايف منها. اوكي هاتها تاني هاتها تاني هاتها تاني. خد خد هات هات البوكت هات البوكت هات البوكت يا غبي. هات البوكت هات البوكت. انا عارف ازاي بياخدها. لا بيقتلها. مين خدتها؟ لا لا هنموت كلنا. اجروا اجروا يا شباب اجروا اجروا. لا يا شباب كده يبقى شكله في جزء تاني. حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو عايزين الجزء تاني. اجري يا ليبرا اجري يا موتنا. سلام يا شباب سلام سلام يا شباب مع السلامه.
فيك مليون جيش لا يخاف من الحروب محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب ميك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون ميك مليون.